الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الهندي، والأخير يشيد بالدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة خطر الإرهاب. مراسم جنائزية مهيبة للملكة إليزابيث الثانية في لندن وسط أكبر عملية أمنية بتاريخ بريطانيا الحديث. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة نووية جنوبي البلاد، والكريملين ينفي مزاعم ارتكاب جرائم حرب في خاركيف. الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائية خاصة العسكرية والدفاعية. وخلال استقباله لوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السيد أجيت جوبتي سفير الهند بالقاهرة، والسيدة نيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، والسيد ألوك توراي سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. من جانبه نقل وزير الدفاع الهندي إلى السيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، ومؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس، فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره. وفي هذا السياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات. بشرت لجنة العفو الرئاسية عملها على ملف دمج المفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لأجل أو لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال. هذا وأكدت لجنة العفو أنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، وأنه لا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. تحياتي لك دكتور عبد السند. أهلا وسهلا. بداية دكتور، كيف ترى قرارات لجنة العفو الرئاسية بدمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم أو عودة البعض لأعمالهم؟ والله أنا أرى الحقيقة أن هذا الإعلان صحيح، لجنة العفو الرئاسي هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف
الإفراج عن المقيدة أو المحبوسين أو المسجونين. ولكن هذا القرار يؤكد أن المسألة وهذا الاختصاص يتجاوز عملية الإفراج بأنها تلقى طلبات المفرج عنهم لحل مشكلات عودتهم للعمل وإعادة دمجهم والتشغيل ورفع قيود القيود المفروضة على بالنسبة للسفر والإفراج عن الأموال المتحفظ عليها. ده كله الحقيقة يعني هو نتيجة من نتائج الحوار الوطني ومؤشر لرعاية الدولة إنها وأحد فعاليات الحوار الوطني، وكان أحد أهم موضوعات الحوار الحقيقة هو العفو، ولكن مش العفو فقط. هنا الحقيقة رد على المزايدين والمشككين، المسألة مش خروج ناس من السجن أو من محبسهم، لا ده احنا بنعيد إلى طبعا ده تقدم نوعي الحقيقة يتجاوز فكرة إن الخروج والإفراج فقط، لا إن فيما بعد المشكلة الحقيقية للمحبوسين. طب هو محبوس وبياكل وبيشرب، المشكلة لما يرجع للمجتمع فلوسه عايز يسافر عودته للعمل، نظرة المجتمع له مرة أخرى. الشيء الحقيقة يعني ده أحد يعني الفعاليات وتؤكد حقوق الإنسان وحقوق المحبوس حتى لما يخرج، واجب الدولة في رعايته ومتابعة ذلك بالتأكيد. فنحن نسمن هذا الإعلان. دكتور عبد السند، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تحول دون عودة كل المفرج عنهم إلى أعمالهم مرة أخرى، هل تعد هذه فرصة جديدة للمفرج عنهم بالاندماج مرة أخرى في المجتمع من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، لأن لما يكون رئيس الدولة وهو مسموع الكلمة ويعطي هذا التوجيه، إذن رفع الحرج والقلق، لأن ممكن في ظروف أمنية معينة حتى لو صاحب العمل عايز يرجع يقول لك لا أنا إيه أنا عادي ده راجل الدولة حبسته، لكن إذا كانت الدولة بتشجع على كده فالحقيقة هذا التشجيع ولما يصدر من رئيس الدولة يزل الكثير من العقبات اللي تقف امام عوده المفرج عنهم. يعني برايك دكتور عبد السند، هل هذا القرار من الموجه تحديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى كل المجتمع المصري، من الممكن ان يغير وجهه نظر المجتمع الى المعفو عنهم من داخل السجن؟ ده صحيح، لحتى يعني ده يعكس التسامح، والحوار قايم على التسامح على تسامح الدوله وعفوها ولم الشمل، كل المعاني الطيبه دي، واحنا كلنا نسيج واحد ومجتمع، حتى اللي غلط بل الدوله فاتحه ايديها وتقول له ارجع وبتدي له الضمانات، الحقيقه خطوه ايجابيه جدا. نعم. الا ترى ان قرارات لجنه العفو الرئاسيه تعتبر مد الثقه بين اطراف العمليه السياسيه وبدء مرحله جديده للتنميه ايضا؟ اكيد أكيد، لجنة العفو الرئاسية هي جهاز مهم جدا أو مجموعة مهمة جدا بتفعل أهداف الحوار، وفي نفس الوقت بتمهد أيضا للسلام الاجتماعي اللي احنا محتاجينه في الجمهورية الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، شكرا جزيلا لك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التعاون مع مجموعة مارسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وذلك اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجموعة مارسك العالمية للنقل البحري سورين بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة مارسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن. ومن جانبه أعرب رئيس مجموعة مارسك العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس، خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحققه من تطور وتحديث مستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية، مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي
الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة، مستعرضا مخططا لإنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، وذلك سيوفر أكثر من 100,000 فرصة عمل في مختلف التخصصات. وشهد الاجتماع أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستي ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية. وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 471 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 137 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 95 طن، كما تم ضبط أكثر من 41 طنا في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية، من بينها 90 قضية خبز ناقص الوزن و63 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تتواصل مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بحضور عدد كبير من قادة وملوك وزعماء العالم لتوديعها. واصطف عشرات الآلاف في شوارع لندن لمشاهدة الموكب الملكي النعشي الملكة خلال نقله من قاعة وينستمينستر التاريخية في البرلمان إلى كنيسة ويستمينستر القريبة، ثم في النهاية إلى قلعة وينسر حيث سيتم دفنها إلى جانب زوجها الراحل. كانت مراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية بدأت اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر عملية لضبط الأمن والحماية في تاريخ المملكة منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في ختام 10 أيام كاملة من الحداد الوطني على رحيل الملكة إليزابيث الثانية بعد 70 عاما من الحكم. أكبر عملية أمنية تشهدها لندن على الإطلاق في وداع الملكة إليزابيث بمشاركة عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة. عناصر من الشرطة انتشرت في الشوارع المحيطة بقصر ويستمينستر، حيث شارك أكثر من 10,000 ضابط شرطة في الجنازة، مع الاستعانة بتعزيزات من جميع قوات الشرطة البريطانية البالغ عددها 43,000. نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة ستيوارت قال إن عملية حفظ الأمن هي الأكبر في تاريخ شرطة لندن متجاوزة أولمبياد لندن 2012. مئات المتطوعين وأفراد القوات المسلحة عملوا كحراس على طول طريق الجنازة، كما تمركز مراقبون للشرطة على أسطح المنازل، بالإضافة لوجود كلاب بوليسية في الشوارع وضباط من مشاة البحرية على نهر التايمز وعناصر من الشرطة على ظهور الخيل. السلطات حظرت تحليق الطائرات بدون طيار فوق وسط لندن مؤقتا، وأوقف مطار هيثرو عشرات الرحلات الجوية حتى لا تزعج ضوضاء الطائرات الجنازة. عمدة لندن صادق خان قال إن جنازة الملكة إليزابيث الثانية مثلت تحديا أمنيا غير مسبوق، حيث احتشد مئات الآلاف وسط لندن، بالإضافة لقائمة ضيوف الجنازة التي ضمت 500 من الملوك والملكات والرؤساء ورؤساء الوزراء وغيرهم من القادة من جميع أنحاء العالم. أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال استقباله السفير الصربي في القاهرة ميروسلاف شيستوفيتش، وعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن تطلعه لدعم العلاقات بين البلدين في مختلف المستويات في ظل توجهه للقيادة السياسية لكلا البلدين وحرصهما على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين. من جانبه أشاد السفير الصربي بما تتسم به العلاقات المصرية الصربية من تميز ورسوخ يمتد ل 114 سنة، مؤكدا حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر.
يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا المهمة، كما ستقوم وقفة خاصة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة لهذا العام، هذا بالإضافة إلى أسبوع المناخ الذي يغطي مجموعة واسعة من التحديات المتعلقة بالمناخ ومنتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص الذي يديره الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وذلك لبحث تطورات الأزمة اليمنية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن اللقاء يأتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع قوات الأمن بمحافظة نينوى. وأضافت خلية الإعلام في بيان لها أن قوات الأمن نفذت مداهمة لأحد الأوكار الإرهابية داخل جزيرة الحضر بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، لافتة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين. أعلن الجيش الصومالي مقتل أكثر من 45 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في منطقة يوسمان التابعة لمدينة بوليبوردي. وأوضح الجيش الصومالي في بيان أنه تم تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع السكان المحليين في تلك المنطقة. وأشار الجيش إلى أن العمليات العسكرية الجارية في البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 200 من عناصر حركة الشباب وتحرير 30 منطقة من التي كانت تخضع لسيطرتهم. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وإلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وجديد التطورات الميدانية في محيط محطة زابوريجيا النووية. اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد. وأعلنت الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية قصف الجيش الروسي المنطقة الصناعية بالقرب من محيط المحطة النووية، مضيفة أنه وقع انفجار قوي على مسافة 300 متر فقط من المفاعلات النووية للمحطة. ندد الكرملين بمزاعم حول العثور على مئات الجثث وعلى مقبرة جماعية في مدينة إزيوم بمنطقة خاركييف في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية. واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذه المزاعم تعد أكاذيب، لافتا إلى أن بلاده ستدافع عن الحقيقة في هذه القضية. وأضاف بيسكوف أن السيناريو ذاته حدث في بوتشا، وهي مدينة أوكرانية أخرى اتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع فيها وهو ما تنفيه موسكو. أعلنت سلطات دونتسك مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين جراء تجدد قصف القوات الأوكرانية لمدينة غورولوفكا. وأضافت السلطات أن القصف أسفر أيضا عن مقتل أسير أوكراني وإصابة 6 آخرين خلال استهداف أحد مراكز الاحتجاز في إحدى البلدات، وذلك براجمات صواريخ تحمل ذخائر عنقودية. وكانت القوات الأوكرانية قصفت المركز في يوليو الماضي، ما أدى إلى مقتل 53 من الأسرى الأوكرانيين. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولاديمير زيلنسكي بعيدة. وأكد غوتيريش أهمية خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على استعداده لتقديم خدمات للمساهمة في إجراء هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن انعقادها يعتمد على رغبة بوتين وزيلنسكي.
قال الجيش البريطاني إن روسيا فقدت على الأرجح 4 طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا، وذلك خلال الأيام 10 الأخيرة، ليصل إجمالي الطائرات التي فقدت إلى 55 منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن هناك احتمالا واقعيا أن تكون بعض الطائرات انحرفت ودخلت مناطق دفاع جوية أكثر كثافة مع تغير خطوط المواجهة بسرعة. وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى العاصمة الصينية بكين. وأوضحت وكالة أنباء تاس الروسية أن باتروشيف سيبحث في بكين مناقشة تطوير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بقمة منظمة شنغهاي وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن. ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن بولندا استقبلت نحو 6,391,000 شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وأشارت الوكالة في بيان إلى أن بولندا استقبلت بالأمس نحو 26,100 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 29,500 شخص للعودة لبلادها، مشيرا إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4.6 مليون شخص. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مصادر الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق في سبيل تحقيق أمن حقيقي واستقرار الأسعار في مجال الطاقة. وطالب غوتيريش بضرورة أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من حوالي 30% إلى أكثر من 60% في عام 2030 و 90% في عام 2050. انخفضت أسعار النفط تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى جانب صعود الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة. انخفض خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.3% إلى 90.18 دولار للبرميل، كما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تراجعا بنسبة 1.3% إلى 83.97 دولار للبرميل. وفي أسواق النقد حافظ الدولار على ثباته بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك في انتظار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة. ومقابل الين الياباني ارتفع الدولار بنحو 38% ليسجل 143.47 ين، كما تراجع الجنيه الاسترليني مقابل العملة الخضراء بنحو 33% ليسجل 1.3 دولار، في حين تراجع اليورو بنسبة 42% مسجلا 99 دولار. لمس الروبل أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار، مع توقع المحللين خفض سعر الفائدة في روسيا بمقدار 50 نقطة أساس. أصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام مدعوما بالضوابط الطارئة على رأس المال التي أطلقها البنك المركزي الروسي في محاولة لوقف عمليات بيع جماعية في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا. أما في أسواق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب في الوقت الذي تأهب فيه المستثمرون لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة متوقعة من مجلس الاحتياطي للاتحاد الأمريكي وبنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع لخفض التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 8% إلى 1,661 دولار للوقية. وبالنسبة للمعادن الأخرى، نزل سعر الفضة إلى 1.5% وانخفض البلاتين إلى 1% من الدولار للوقية.
تراجعت الأسهم الأوروبية وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض وسط توقعات لرفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية. تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 4% مسجلا أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6%. كانت الأسواق الأوروبية سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في 3 أشهر الأسبوع الماضي وسط تصاعد المخاوف من الركود ووسط التشديد الحاد من البنوك المركزية. هذا ويترقب المستثمرون حول العالم قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة التي يتوقع أن تكون أكثر تشدداً. مع تواصل تراجع البورصات العالمية، يزداد الطريق صعوبة على المستثمرين الذين ينتظرهم اجتماع آخر للفيدرالي الأمريكي يتضمن سياسة نقدية من قبل أهم بنك مركزي في العالم. الاجتماع الذي يعقد الأربعاء المقبل يأتي بالتزامن مع ما يعد تاريخيا أسوأ شهر لعائدات سوق الأسهم الأمريكية، ويتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في أغسطس. في البورصة أكبر في العالم في وول ستريت الأمريكية، مثل الشهر الجاري أضعف أداء شهري لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد هبوطه بأكثر من 2%. ويستعد المتداولون الآن في وول ستريت لرفع آخر في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بين 3% و 3.25%، ووصولا إلى 4% في نهاية 2022. تاريخيا يعد النصف الأخير من شهر سبتمبر أحد أصعب الفترات لسوق الأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في المتوسط بنسبة 75% في الجزء الثاني من الشهر، لكن النسبة وصلت هذا العام إلى أبعد من ذلك بكثير. كان مسح لبنك أوف أمريكا أظهر أن المستثمرين يفرون من الأسهم فرارا جماعيا جراء شبح الركود، حيث تقف المخصصات للأسهم عند مستويات متدنية قياسية وسط معنويات متشائمة للغاية. اقترح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني مشروعا للعمل مع رابطة دول جنوب شرق أسيا آسيان لتعزيز سلاسل التوريد من خلال تبادل البيانات بين الشركات. وقال الوزير الياباني إن كل منطقة تتأثر بما وصفها بزيادة عدم اليقين الجيوسياسي، مؤكدا أنه من المهم لليابان والآسيان العمل معا للتغلب على التحديات. هذا وأشار الوزير الياباني إلى أن بلاده تعتبر الآسيان أهم منطقة لمزيد من النمو للقاعدة الصناعية. قالت شبكة الكهرباء الوطنية في فنلندا إن المواطنين يجب أن يتأهبوا لحدوث انقطاع في التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل. وأرجعت شبكة الكهرباء السبب إلى النقص المحتمل في إمدادات الطاقة. وكانت دول أوروبية عدة دعت تحذيرات للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة لمواجهة النقص المحتمل في الطاقة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن أسعار الطاقة المرتفعة للغاية في المملكة المتحدة عززت مبيعات شركات الوقود الأحفوري الصغيرة، ما أدى إلى رفع أسعار أسهمها والسماح للبعض بتسجيل أرباح نادرة. أفادت الصحيفة أن 17 من أفضل 10 أسهم أداء في لندن هي شركات تعمل بالوقود الأحفوري، مع تركيز 4 شركات منهم على إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، حيث يهيمن ارتفاع الأسعار في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأسواق البريطانية. وإلى لبنان، حيث سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازي، تزامنا مع بدء المصارف إقفالا لمدة 3 أيام احتجاجا على عمليات اقتحام طالت عددا من فروعها خلال الأسبوع الماضي. ولامس سعر الصرف عتبة 38,500 ليرة، وذلك مقابل الدولار في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة 3 أعوام، ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ومنذ صيف العام 2019 تراجعت الليرة تدريجيا أمام الدولار لتخسر قرابة 95% من قيمتها.
وإلى الشأن الصيني، حيث انتقدت الصين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده ستدافع عن تايوان ضد أي هجوم صيني. واعتبرت الخارجية الصينية تصريحات الرئيس الأمريكي حول تايوان انتهاكا خطيرا لسياسة واشنطن حيال الجزيرة، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عزم بلاده الدفاع عن تايوان حال تعرضها لعملية عسكرية من قبل الصين. وشدد بايدن على أنه بموقفه هذا لا يشجع الجزيرة على إعلان استقلالها، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى قرار تايبي. وكانت بكين قد عارضت بالشدة الزيارة التي أجرتها للجزيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوتسي، وأجرت الصين بعدها تدريبات ضخمة استمرت أياما عدة في محيط تايوان. أعربت روسيا عن أملها في إحلال السلام في منطقة القوقاز عقب زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن زيارة بيلوسي إلى يريفان مرحب بها إذا أسهمت في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ولفت إلى أن النتيجة الحقيقية للزيارة ستظهر خلال الأيام المقبلة. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس أذربيجان إلهام أليف على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بلينكين دعا الرئيس الأذربيجاني إلى فض الاشتباكات بين القوات العسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ، مشددا على ضرورة العمل على حل جميع القضايا العالقة مع أرمينيا من خلال المفاوضات بين البلدين. أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن حزنه للصراعات الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا، داعيا الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار في ضوء اتفاق السلام. واندلعت الثلاثاء الماضي أعنف اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان منذ عام 2020، وأودت بحياة 215 شخصا قبل أن تنتهي الاشتباكات بوساطة دولية. وكانت الدولتان التابعتان سابقا للاتحاد السوفيتي في نزاع مستمر منذ عقود على إقليم ناغورنو كاراباخ. Non dimentichiamo la pace è possibile quando tacciano le armi e incomincia il dialogo. E continuiamo a pregare per il martoriato. يتغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استطاعت المبادرة الرئاسية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالي القرية. وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام، نتابع تحديدا من داخل قرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية فعاليات مبادرة أنت الحياة، والتي تقام تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في يومها الثالث، حيث بدأت هذه المبادرة في 17 من سبتمبر الجاري وتستمر لمدة 6 أيام حتى 22 من نفس الشهر. لو تحدثنا ببعض التفاصيل عن هذه المبادرة والتي تخدم ما يصل إلى 35,000 نسمة من قاطني وأهالي هذه القرية. هذه القرية هي من بين عدد من القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتي تم الانتهاء فعليا من البنية التحتية ومركز الخدمات ورفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب المتواجدة داخل هذه القرية. لو تحدثنا ببعض التفاصيل عن مبادرة أنت الحياة والتي تستمر في يومها الثالث، فتتضمن هذه
المبادرة خدمة لجميع الفئات داخل هذه القرية من خلال قوافل طبية وثقافية وفنية. هذه القوافل الطبية تتضمن الكشف على أهالي القرية بالمجان، أيضا عمل الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات في حالة يعني إذا كانت هذه الحالة تستحق التحويل إلى العمليات دون قوائم انتظار. أيضا تتضمن التطعيم ضد فيروس كورونا والتوعية بالأمراض الفيروسية وكيفية تجنب هذه الأمراض الفيروسية، هذا ما يتعلق بالقافلة الطبية. أيضا تتضمن هذه المبادرة قافلة توعوية وثقافية من خلال عدد من الندوات التي تقام لأهالي هذه القرية، فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، أيضا فعاليات لتوعية الأهالي داخل هذه القرية ثقافيا واجتماعيا، بعض الفعاليات الرياضية التي تتم داخل مركز الشباب، أيضا فعاليات تتعلق بملتقى توظيفي يتم داخل هذه المبادرة لأهالي هذه القرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وأيضا المؤهلات العليا. تتضمن أيضا المبادرة ورش فنية وورش لتعليم الحرف اليدوية لفتح آفاق جديدة للأسر وجعل هذه الأسر منتجة وخدمة هذه الأسر مادية من خلال تعليمهم بعض الحرف اليدوية والمتعلقة بالزجاج المعشق وأيضا الموزايك والنول وغيرها من الحرف التي يمكن للسيدات بدء المشروعات الخاصة بها داخل هذه القرية. هذه هي ما يتعلق وهذا هو ما يتعلق بمبادرة أنت الحياة والتي تقام داخل هذه المحافظة وداخل هذه القرية تحديدا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري، وكشف على عدد كبير من الأهالي، توعية وبناء للإنسان وهو من أولويات هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد إدخال الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية. هذا هو أبرز ما لدينا من داخل هذه المحافظة، والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلقت فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية النصر التابعة لإدارة سفاجة الصحية، ووقعت القافلة الكشف الطبي وصرف العلاج ل 89 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 31 فحصا معمليا و 12 أشعة والسونار، بالإضافة لإجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. المبادرة الرئاسية هدفها تقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لجميع أهالي وسكان المدن والقرى بالمحافظة. بنقدم لهم خدمات مثل الكشف زي اللي عندنا في كل الدكاترة من جميع التخصصات، بطنة، جراحة، القلب، العظام، المسالك، النساء وتنظيم الأسرة. بنقدم لهم كمان جميع الفحوصات كالأشعة والتحاليل بجميع أنواعها، وبعد ده كده بيصرف المريض العلاج بعد ما يكون تم تشخيصه على افضل مستوى. جميع الخدمات اللي بنقدمها هنا بنقدمها بالمجان من غير ما يتكلف اي مريض اي حاجه. بنقدم خدمات مجانيه لكل مترددين على الوحده النهارده، بنقدم لهم وظائف كلى ووظائف كبد، بنقدم ارض كوليسترول وترايجلسرايد. كل الخدمات اللي هنا مقدمه هنا تحت قياده مبادره حياه كريمه، وكل الخدمات هنا النهارده مقدمه بالمجان. وقعت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة، وقعت الكشف الطبي على 1195 حالة بإحدى قرى مركز الصمتة بالغربية. كما قامت قافلة جامعة طنطا التنموية بمحو 170 مواطنا وزراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وتضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والإرشادية والتثقيفية لدعم المواطنين والأسر بالمناطق الأكثر احتياجا. نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمدينة أبو صير بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الكشف على ما يقرب من 700 مواطن. ضمت القافلة معظم التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية، حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا. كما ضمت القافلة معملا للتحاليل بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحي والتوعوي بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري لأخذ اللقاح. النهارده معايا جميع التخصصات الطبيه، البطنه، الجراحه، الجلديه، النساء، الانف والاذن، والجراحه،
بجانب معمل دم وطفيليات، ومعايا النهارده جهاز اشعه، ومعايا 86 صنف من العلاج وكل الصرف بالمجان، بجانب اي مريض محتاج لتدخلات جراحيه او الاحالات الى مستشفى المجمع الطبي او ابو خليفه او التنسيق مع مؤسسه حياه كريمه لاحاله المستشفيات الجامعيه. نعم، مبادره حياه كريمه لكل المصريين. احنا موجودين النهارده قافله طبيه في مركز ابو سوير، قريه ابو سوير البلد، احد القرى التابعه لمركز مدينه ابو سوير، احدث القرى الموجوده بيها. بدات القافله من صباح باكر اليوم، وبدانا ان احنا نستقبل المواطنين. كجهاز تنفيذي بمركز مدينه ابو سوير بدانا نوفر كل الامكانيات المتاحه لانجاح القافله. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلط الضوء على تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى الارتفاع الكبير لما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من نسب ومعدلات للالتحاق بالتعليم العالي. وأشار التقرير إلى نسبة الالتحاق للإناث بالتعليم العالي، حيث أوضح أن التحاقهم بالجامعات الحكومية مثل 55% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي، وهو ما يسلط الضوء على التقدم المذهل في تعليم الإناث على مدى السنوات القليلة الماضية. في إطار دورها المجتمعي الهام، تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان أخلاقنا الجميلة. تستهدف الحملة التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية وحسن المعاملة. وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمة الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة. أكد وزير العدل المستشار عمر مروان اهتمام مصر بمنظومة الملكية الفكرية وحقوقها في إطار اعتمادها على منظومة قضائية متكاملة تحفظ تلك الحقوق. جاء ذلك خلال كلمته على هامش توقيع وزير العدل مذكرتي تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بحضور المدير العام للمنظمة العالمية. وأوضح المستشار عمر مروان أن زيارة وفد المنظمة تأتي في إطار التعاون المشترك واتجاه الدولة لدعم حقوق الملكية الفكرية بما يعود على مصر بالنفع والتطور، منوها بأن مذكرتي التعاون تشمل تدريب 300 قاضي في مجال حماية الملكية الفكرية. وأضاف أنه تم تكريم 10 قضاة من الحاصلين على أعلى الدرجات في تقييم نهاية التدريب، لافتا إلى استمرار تلك البرامج التدريبية لكافة أعضاء الهيئات والجهات القضائية، وذلك خلال الفترة القادمة إنفاذا لمبدأ العدالة الناجزة. إن اهتمام جمهورية مصر العربية بحماية الملكية الفكرية تنطلق من رؤية استهدفت بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تحفظ الحقوق وتحفز على الابتكار وتدعو إلى الإبداع، مرتكزة في ذلك على بيئة تشريعية داعمة لحماية هذه الحقوق ومتابعة مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ذكرت وزارة البترول أنه يتم حاليا ربط منظومة التكرير في شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقميا، وخلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية، لفت وزير البترول طارق الملا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقا للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائد التي يتم تصديرها. بحثت مصر والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للمتغيرات المناخية والتنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27. وخلال لقاء لوزير الري مع مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، تم استعراض آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة، وذلك للتنسيق في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه.
ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بنحو 35% لتسجل نحو 1,440,000,000 دولار مقابل 1,006,000,000 دولار خلال نفس الفترة من العام 2021. وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة لأن صادرات شهر يونيو 2022 حققت زيادة بنسبة 21% لتسجل نحو 244,000,000 دولار مقابل 201,000,000 دولار في يونيو 2021. وأضاف المجلس أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته نحو 820,000,000 دولار خلال أول 7 أشهر من 2022، وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الهندي، والأخير يشيد بالدور المصري المحوري الحاسم في مكافحة خطر الإرهاب. مراسم جنائزية مهيبة للملكة إليزابيث الثانية في لندن وسط أكبر عملية أمنية بتاريخ بريطانيا الحديث. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة نووية جنوبي البلاد، والكرملين ينفي مزاعم ارتكاب جرائم حرب في خاركييف. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.